ملي تسمعي هذا الصوت تعرفي بانه كاين عرض جديد من انجازات تركواز اكادير. عزيزتي المتابعه، مرحبا بك في قناه سحر الكروشي المغربي تركواز اكادير على يوتيوب. الفيديو هذا هو برعايه قناه مود ميستو. نخليكم مع مريم ومعاد باش تكتشفوا القناه، وياريت ديروا دعم للقناة ديالها. غنكون شاكرة لكم. مريم صديقة عزيزة بزاف، وكما تنبغيو الخير لريوسنا تنبغيو للناس. دونك ياريت مريم حتى هي ديروا لها الدعم، تخليوا لها لايكات وتخليوا لها تعليقات، ولكم جزيل الشكر. دير الخير تلقاه. عزيزتي المتابعة، نخليك مع مريم ونرجع باش نوريك شنو كاين عندي هنا. السلام عليكم متتبعات قناه تركواز اكادير، كنتمنى تكونوا بالف خير. معكم قناه مود ميستو. كما تشوفوا معايا قناه متنوعه. مود ميستو عندها سلسله مستحيل ما تضحك. انا كندير الدور ديال حاجه الفشفاشه، والزوج ديالي كيدير الدور ديال نسيب. ان شاء الله تعالى هاد القناه هادي راه جات هي باش تفوج على الانسان وتحيد منه الستريس ديال النهار. انا كندير يعني محتوى ديال الكوميديا، الصوت ديالي كله كيتبدل. كندير انا ديك السيده اللي فيها الفهمات وما فاهمه والو، اللي فيها اللي جاي قوال بها وهي كدير راسها زعما راه كتقوال بي، وحاجه بحاجه يعني راه واحد الحاجه اللي فيها هذيك الحاجه الفشفاشه كيقولوا لك كيقد عليها اللي خلقها. المهم دخلوا شوفوا، راه غادي تضحكوا من قلبكم. كنشكر قناه تركواز اكادير على هذه الفرصه، وتنتمنى من عند الله يعني نكون انا عند حسن الظن ديالكم وتقبلوا عليا. تنتمنى تقبلوا عليا وتضيفوني عندكم، والجديد ديالي تفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله. عزيزتي المتابعه، هذه هي جليبتنا. هذا هو الاقتراح ديالي ليك اليوم ان شاء الله. دونك جليبه هذه مخدومه بالزواقه ديال الى عقلتو السلسله التعليميه اللي كنت درت ديال جلابه سبور اي شيك. غير المبدعه ديال تركواز اكادير اكتفات بواحد النصف ديال الزواقه. انا كنت نخدم وحده على اليمين وحده على اليسار، وتنشركهم فلوس بالعقيدات كلشي بالكروشي. دونك هي اكتفات بوحده. اصلا الجليبه هي جبليه، فصلتها جبليه ثم زينتها على مستوى القبو والكمام والهبطه. والهبطه ديال القدامه تشوفوها على الماكا. استعملت فيها الزواقه ديال العوينه، هذه العوينه بجوج ديال اللوينات. اما بالنسبه للافتتاحات استعملت الملاقيه، عفوا ماشي الملاقيه، استعملت الضرس. ها هو في الافتتاحات استعملت الضرس ديال البيكو. شفتوه كي تيجي زوين هذا الضريس، انيق جدا، كيجي في الخيط الغليظ كي تيجي في الخيط الرقيق. دونك تويب حريري، هذا راه غادي تكونوا تشوفوا راه متداول في خيط القبيب بحال هكا. فوالا، دونك هذا هو الاقتراح ديالي ليك اليوم. نخليك مع الصور باش تشوفي الشكل النهائي كيفاش جات ملبوسه جليبه اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالك، وكنتظر منك تعليق تقولي لي الراي ديالك فيها بالنسبه للالوان، بالنسبه للفصاله، بالنسبه للشغل كله. هذا انجاز احدى المبدعات كما قلت لك 100%. شكرا جزيلا. كاين واحد الخويط، شكرا لك بزاف على متابعه هذا الفيديو. كنعطيك موعد في فيديوهات مقبله ان شاء الله تعليميه واستعراضيه، وتنتمنى المتعلمات كاملين التوفيق. ان شاء الله توفقوا انكم تصوبوا جليبات وقفيطنات من شغل ايديكم، حيت الاحساس بالانجاز هو مختلف على الى عطيتي جلابه الثوب او القفطان، خصوصا الى صوبتيها 100% من شغل ايديك. هذا الشيء باش نشجعكم. كانت معكم مريم من قناه سحر الكروشيه المغربي تركواز اكادير. الى اللقاء.